على الرغم من كثرة وتنوع التدخلات الخارجية في الشأن السوري، إلا أن التدخلات العسكرية تبقى الأكثر تأثيراً في هذا البلد الذي بات مستباحاً أرضاً وبحراً وجواً، وبموافقة ورضا كاملين من نظام الأسد ما دام سيضمن خلالها البقاء في السلطة. المئات من القواعد والنقاط العسكرية الأجنبية في سوريا توزعت على 5 جهات أجنبية فاعلة في الملف السوري، وهي إيران وميليشيا حزب الله وروسيا ولدول في التحالف الدولي. مصادر مطلعة أكدت وجود 477 موقعاً وقاعدة عسكرية في سوريا، كانت لإيران وميليشياتها النصيب الأكبر منها ب247 موقعاً، منها 131 ممثلة بقوات الحرس الثوري الإيراني و116 نقطة أخرى تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني. أما موسكو فقد أكدت التقارير امتلاكها 66 موقعاً في سوريا، منها 24 قاعدة عسكرية و32 نقطة تواجد، فضلاً عن 10 نقاط مراقبة في محيط محافظة إدلب. المراقبون للشأن السوري أكدوا أن هذا العدد من النقاط الأجنبية يعد أكبر وجود للقوى الأجنبية في تاريخ البلاد، وهو ما يعكس حجم التأثير الخارجي في الملف السوري، ويخدم مصالح وأجندات تلك الجهات وفي مقدمتها إيران وروسيا. فقد استغلت إيران الأوضاع في سوريا واعتبرتها فرصة لزيادة تمددها ونفوذها في البلاد وصولا لشواطئ البحر المتوسط، فضلا عن تنفيذ اتفاقيات تضمن مصالحها الاستراتيجية هناك لعقود قادمة. بينما برزت المصالح الروسية في سوريا من خلال تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين الذي أكد أن مصالح بلاده أولاً وقبل كل شيء في سوريا، بزعم محاربة الإرهاب حتى وإن كانت النتيجة تسببه بدمار هائل في البنى التحتية وقصف عشوائي للمدارس والمستشفيات والأسواق، وفقاً لمنظمة Human Rights Watch.